الهيئة الوطنية للسنة وحرفية الصناعة التقليدية عرفت واحد الانطلاقة فعلية في تنزيل البرامج نتاعها على المستوى الوطني وخاصة على مستوى جهات الدار البيضاء سطات من خلال المهرجان الأول للتسويق التضامني اللي كان تحت شعار رهان التنمية. هذا المهرجان التسويقي التضامني اللي تستهدف التعاونيات والصناع الفرادى جاء بعد واحد الجائحة ديال الكوفيد 19 اللي عرفت واحد الركود اقتصادي واجتماعي بالنسبة للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية. بالتالي وتنزيلا للبرامج اللي استطرتها الهيئة الوطنية للصناعة والحرف في الصناعة التقليدية ومن بينها تنظيم معارض ومهرجانات تضامنية تسويقية تقريبا للمنتوج الوطني وأيضا دفع الصانع التقليدي والتعاونيات على ولوج سوق ديال التسويق فواحد العمل في واحد الإطار وفي واحد التنظيم اللي محكم. ومن هذا المنبر تنوجه تحية كبيرة وكبيرة جدا إلى اللجنة التنظيمية وخاصة إدارة الهيئة الوطنية للصناعة والحرفية الصناعة التقليدية على التنظيم ديالها المحكم وعلى واحد الاستراتيجية ديال العمل اللي كانت مبنية على العمل الحرفي الاحترافي. المده ديال عرض المنتوج او الاستضافه ديال الصناع والتعاونيات هي مده 40 يوما. علاش هاد 40 يوم؟ لان 40 يوم مده كافيه وكافيه جدا لتسويق المنتوج نظرا كما قلت سابقا للتعطش ديال المواطن للتقريب ديالو للمنتوج وتعطش الصناع التقليديين لترويج المنتوج ديالهم. بالتالي خدمنا العاملين بقطاع الصناعه التقليديه وايضا المواطن المغربي للتعطش ديالهم كلاهما متعطش للاستهلاك وايضا الصانع التقليدي لبيع المنتوج ديالو والترويج ديالو. بالتالي 40 يوم هي مده كافيه ماشي خرجنا عن النمطيه ديال 10 ايام 15 يوم. هذه المده غير كافيه بالنسبه بعد الجائحه. بالتالي هذه المده اللي استرناها ديال 40 يوم هي مده تنسميها مده معقوله وهادفه لترويج المنتوج وتقريب المنتوج. كما سطرت الهيئه الوطنيه للصناعة والحرفيه الصناعه التقليديه البرنامج ديالها التواصلي وايضا تسطير برامج ديال التسويق والتسويق التضامني. هاد السنه نسميها سنه حميده ان شاء الله اللي غتعم باقي عملات جهه الدار البيضاء سطات وايضا الباقي غتكون واحد الاستراتيجيه واحد الديناميكيه جديده اللي غتعرفها الهيئه الوطنيه للصناعه والحرفيه الصناعه التقليديه من خلال باقي جهات المملكه.